كذب الجيش الإسرائيلي حاله واعترف أنه نشر أسماء وصور خاطئة لأشخاص زعم اعتقالهم من مجمع الشفاء الطبي بالهجوم العسكري المستمر عليه. بالصور الإسرائيلية المنشورة أكثر من صورة مكررة أكثر من مرة. إجا الاعتراف الإسرائيلي بعد ساعات على بيان لحركة حماس أكدت فيه أنه ما حدا من قادتها اعتقل بالشفاء، وأنه من بين الصور يلي وزعها الاحتلال في أشخاص سبق واستشهدوا مثل وائل أبو صهيب، وأنه على الأقل ثلاث أطباء مثل عميد كلية الطب الجامعة الإسلامية أنور الشيخ خليل اعتقلهم الاحتلال سابقا وأفرج عنهم، وأنه في أشخاص موجودين برا غزة أساسا ما انكشفت هوياتهم وأسمائهم. الكذبة الثانية إعادة تأهيل مستشفى الشفاء. We are supplying food, water. We have supplied yesterday two generators to the emergency room. أولادنا صغار مش قادرين نجيب لهم الحليب من الغرف نشربهم إياه. ولا نقطة مية، فيش كهرباء بالعتمة. عم يحاول دانيال هاجاري يقنعنا إنه الجيش الإسرائيلي عم ينور قسم الطوارئ يلي أساساً متهم عناصر من حماس إنه مخبيين فيه. But they are still hiding in this building, in the emergency room. الكذبة الثالثة، كل الهجوم على الشفاء ما أذى أي مدني بعد. Civilians, doctors, medic teams, none have been hurt. بالشفاء على الأقل 14 مريض استشهدوا نتيجة الحصار والعدوان الأخير. بالشفاء اعتقل الاحتلال صحفيين ومدنيين وأطباء بحملة عشوائية مش قادر هو يبررها. اعتقال العديد من المرضى والمصابين والطواقم الطبية والصحفيين والنازحين في داخل المستشفى. اليومين اللي فاتوا صار في الشفاء مجازر، مجازر صار عنا احنا كلنا هبروب، وإحنا بقول لك طلعنا من تحت النساء من تحت القناصات احنا طلعنا. الكذبة الرابعة، مصادرة أموال ضخمة من الشفاء. بالواقع ما قدر الاحتلال يثبت انه الاموال من داخل المجمع نفسه، خصوصي انه اقتحاماته لمحيط المستشفى مستمره من اكثر من اسبوع. We found in the compound over 11 million shekels used by Hamas giving the money to his operatives to conduct terror from the northern Gaza. الهجوم الثاني لجيش الاحتلال على مجمع الشفاء هدفه منع عوده الحياه على شمال غزه. هيك عم يطلب من الناس يخلوا مجمع الشفاء وعم يهددهم بالوقت ذاته انه يقتلهم اذا تحركوا. الشرود موجودين في كل محل. اذا تركتوا المباني الشرود راح يشوفوكم.